محمد بن عامري مساعد رئيس اتحاد محلي الفلاحة والصيد البحري بقربة وعضو تنفيذي جهوي. اليوم نظم بالتعاون مع شركة خاصة يوم إعلامي لمنا فيه من الفلاحة متاع قربة ومن المعتمديات المجاورة. الهدف متاعه هو تحسين مردودية الزراعة الكبرى، وهذا بجلب أسمدة جديدة من ألمانيا بتكنولوجيا جديدة، هم بيولوجية تقريبا تستعمل في فلاحة بيولوجية وتستعمل في فلاحة العادية. الهدف متاعها هو تنمية تقوية المناعة متاع النبتة، تقوية المناعة متاع النبتة والتحسين المردودية متاعها، سواء في الخضروات أو في القوارص أو في الزراعات الكبرى، وهي مواد أول مرة تم جلبها من ألمانيا وأثبتت التجربة مدى نجاعتها وفعاليتها.